الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. بررت وزارة الكهرباء تلكو عمليات صيانة محطات تجهيز الطاقة في العراق بسبب عدم توفر التخصيصات المالية للمضي بذلك. وقال وزير الكهرباء وكالة عادل كريم إن الوزارة تحتاج إلى 20 تريليون دينار كحد أقصى أدنى سنويا لأجل شراء الغاز والطاقة وإجراء صيانات المحطات. وأضاف أن الخطة السنوية لصيانة محطات الطاقة المدرجة ضمن البرنامج الوزاري تعتمد على تحسن الطقس، لكن الميزانية المالية غير متوفرة للمضي بذلك. وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي قد اعترف بأن ما أنفق على قطاع الكهرباء يقارب 80 مليار دولار منذ عام 2003، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة. قال سوق العراق للأوراق المالية إنه نظم خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني 5 جلسات تداول بواقع أكثر من 1200 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق. وذكر بيان للسوق أن عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بلغ أكثر من 2 مليار سهم، لافتا إلى أن قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع بلغت أكثر من 1 مليار دينار. وأضاف أن مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع أغلق عند 586 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على 588 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا مقداره 0.32% عن إغلاقه في أول الجلسة. انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي لليوم الثالث على التوالي في الأسواق المحلية، حيث سجل في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع 364 ألف دينار، وكما سجل سعر الشراء 360 ألفا. وقالت مصادر مطلعة إن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضا عند 334 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 330 ألفا. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 ألف و370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 ألفا و340 ألف دينار. هوت أسعار النفط اليوم محققة أو بعد مكاسب حققتها في وقت سابق بعد تقرير قناة سعودية أفاد بأن إنتاج المملكة من النفط سيتجاوز 10 ملايين برميل يوميا، وذلك لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا. وهبط خام برنت بنسبة 1 دولار بما يعادل 1.8% ليبلغ سعر التسوية 80 دولارا للبرميل. واتفقت منظمة أوبك بلس في اجتماع الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا من كانون الأول المقبل، وذلك رغم دعوات من الولايات المتحدة لمزيد من الإمداد لكبح الأسعار. ختام الموجز، إلى اللقاء.